فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة يقولون نحن طلاب لكم من فرنسا ونحن مسلمون فرنسيين، وكما هو يعلم فضيلتكم فإن الانتخابات عندنا على الأبواب، فهل يجوز لنا أن نصوت على الشخص الذي نراه أقل شرا على المسلمين؟ والله ما أدري، هذا ليس عندي جواب على هذا. أولا المسلمين يوجدون في بلاد الكفار وتحت حكم الكفار، هذا مشكل، ويتركون الهجرة وتجري عليهم أحكام الكفار، هذا صعب. نعم.